الحالة الثانية إذا كانت عندي هيك مثلا، لو أنا بدي أضيف مثلا 3 فاضية بدي أضيف فيها الثلاثين، هاي ضفنا الثلاثين مبدئيا البي فاكتور إلها زيرو. طيب اي في ال، اي في ال دائما التري اللي فيها نود او نودتين بيكون فيها البي فاكتور او بتكون عباره عن اي في ال. طيب بدي اضيف ال 20، ال 20 اكبر عفوا اقل من ال 30 فبدي اروح على الشمال، هاي ال 20 البي فاكتور الها رح تكون 0، لل 30 ناقص 1 زي ما شفنا لانه الزياده عندي من الشمال. سوري نكمل. طيب بدي اضيف انا حاليا ال 25، شوفوا ال 25 اقل من ال 30 فرح نروح على شمالها، 25 اكبر من ال 20 فرح نروح على يمينها، فهاي ال 25 رح تكون على يمين ال 20. يلا ركزوا معي، هسا نحسب البي فاكتور لكل وحدة من النودز اللي موجودات عندي. للنود الليف راح تكون 0، بالنسبة لل 20 كم البي فاكتور؟ اطلعوا، هاي يمينها 1 شمالها ولا إشي، معناها موجب 1، فهي موجب 1. ال 30 احكوا لي في عندها يمين؟ لا، شمالها فيها 2 من الشمال، هسا مش تحكوا لي ال 25 يمينها؟ لا، ال 25 هي يمين ال 20 لكن شمال ال 30، فكمان مرة ال 30 ما في شيء على يمينها لكن على شمالها فيها 2 ليفلز، معناها 0 ناقص 2 رح تكون ناقص 2. هون صار في عندي فيوليشن لقيمة سوري فيوليشن لقيمة البي فاكتور لل 30. طيب شو الحل؟ هسا زي ما احنا شايفين صارت عندي الزيادة بالجهة الشمال فأنا بدي أعمل روتيشن على اليمين. طب خلينا نشوف، لو بدي أعمل روتيشن على اليمين هل رح ينفع معي؟ رح تصير حكينا دائما النود اللي فيها مشكلة هي اللي بدها تنتقل للجهة الثانية، فأنا المفروض أنقل ال 30. شوف هون شو اللي بدي يصير، حسب كلامي 20 رح تكون روت، 25 رح تكون شمالها وال30 يمينها، صح هذا الحكي؟ صح هذا الحكي؟ لا، ليش؟ لأنها ال25 لازم تكون أقل من ال20 لكن هي الأكبر. طلعوا هون الروت شمالها أكبر من سوري أصغر من الثنتين. شباب سامعيني؟ سامعين معك دكتور معك. اوكي. فكمان مرة هون ما ضبطت معي الروتيشن، طب شو الحل؟ لاحظوا أنا لما كانت عندي هاي الحالة مثلا هون 10 20 30 ضبطت معي، ليش؟ لأنها كانت ال 20 بالوسط، فإذا صارت روت ما عندي مشكلة لأن اللي فوقها أقل منها واللي تحت عفوا. هاي مش صحيحة رسمتي. خليها رسمتي هاي مش صحيحة، كمان مرة هيك شكلها 10 20 هاي 30. فهون لما خليت ال 20 هي روت كان عادي ما عندي أي مشكلة لأنها أكبر من اللي فوقها وأقل من اللي تحتها، فلو تصير روت ما في عندي أي مشكلة، لكن هذا الحكي ما بنطبق على ال 20 اللي هون، ال 20 اللي هون لانها اقل من اللي فوقها واقل من اللي تحتها ممنوع تكون روت، فهون الحل اني اعمل شيء اسمه الدبل روتيشن. شوفوا هون شو رح نعمل، بس امسح الخرابيش اللي هون عشان اقدر اكتب عليها. فهون انا بدي اعمل شيء اسمه دبل روتيشن، ليش الدبل روتيشن؟ الروتيشن الاولى عشان اضبطها بحيث انه الوسط تكون هي روت والروتيشن الثاني عشان احولها ل AVL. يعني طلعوا هون يلا سؤال، لو حكيت لكم هذول الثلاث ايتمز مين اللي المفروض تكون هي الروت؟ 25
ال 25 صح؟ المفروض تكون الروت 25، فأنا بدي أحاول أخلي الروت ال 25 بالوسط وال 20 أنزلها لتحت. شوفوا أنا شو حكيت، بدي أبدل ال 25 مع ال 20، لكن بتذكر ال 20 أقل من 25 فلازم تكون على شمالها، فشوف شو بدي أعمل؟ بدي أعمل الأول روتيت على الشمال أور روتيت تو ليفت. شوفوا لما عملت أنا الروتيت تو ليفت راح تصير عندي ال 30 هون، بعد ما قلبت تخيلوا ال 25 وال 20 واعكسوهن، 25 رح تيجي هون وال 20 رح تيجي هون، هاي الروتيشن الأولى. هسا هون شو مالها؟ صارت عندي باينر 33 صحيحة ما فيها أي مشكلة، لكنها مش اي في ال، لسه مش اي في ال، لسه البي فاكتور لل 30 نرجع نحسبها لكل وحدة فيهم. البي فاكتور لل 30 ناقص 2 ما تغيرت، البي فاكتور لل 25 كم؟ صارت ناقص 1، والبي فاكتور لل 20 0، نساها مش اي في ال، فأنا بدي أعمل مرة ثانية روتيت على اليمين. مين اللي بتتحرك هسا؟ ال 30، لو حركت ال 30 ووديتها ليمين 25 في مشكلة؟ لا، رح تصير ال 30 هون، فرح تصير 20 أقل من 25 و 25 أقل من 30، فهي اللي بنسميها دبل روتيشن. ألخص لكم إياها بطريقة سهلة وسريعة، اطلعوا. أول حالة ممكن تمر معكم هاي الحالة، زي هيك مثلا 30 20 10. هاي شو بدها؟ بدها مباشرة بس تطلعوا عليها لازم تكونوا عارفين بدها سنجل روتيشن أو دبل. شوفوا كيف بعرف. هاي بدها سنجل روتيشن، ليش؟ هسا ال 30 ناقص 2 وال 20 ناقص 1، فإذا كانت، شوفوا شو بحكي، إذا كانت النود اللي فيها فيوليشن والنود اللي تحتيها نفس الإشارة معناها في عندي single rotation. كمان مرة، إذا كانت النود اللي فيها مشكلة بقيمة البي فاكتور والنود اللي تحتيها نفس الإشارة معناها هون أنا بدي single rotation، وهي فعليا single rotation، بس علي أنزل ال 30 لليمين. الحالة اللي زيها لكن المراية تبعتها، اللي هي لو كانت عندي هون 10 وهون 20 وهون 30، البي فاكتور إذا حاولتوا تحسبوها رح تطلع لهاي موجب 2، ورح تطلع لهاي موجب 1، ورح تطلع للي تحت 0. فتطلعوا النود اللي فيها مشكلة اللي هي العشرة والنود اللي تحتيها 20 إلهم نفس الإشارة، معناها بدي سنجل روتيشن، لكن الروتيشن هون لوين؟ للشمال. العشرين بتصير روت، العشرة أقل منها شمالها، والثلاثين أكبر منها، فبتحكي القاعدة إذا كانت النود اللي فيها مشكلة والنود اللي تحتيها نفس الإشارة سنجل روتيشن. بس الحالة الثانية الدبل روتيشن متى بتصير؟ هاي الحالة مثلا لو كانت عندي هون 30 وكانت عندي هاي 20 وكانت عندي هاي 25، مبدئيا البي فاكتور عندي لل 30 حكينا كم رح يكون؟ كله من اليمين من الشمال عفوا، فناقص 2، والبي فاكتور لل 20 موجب 1. طلعوا هون النود اللي فيها مشكله اللي هي ال 30، النود اللي فيها مشكله 30، النود اللي تحتيها موجب 1، طلعوا اشارتين مختلفات، فانا هون شو بدي؟ بدي دبل روتيشن. طلعوا الروتيشن الأولى شو حتعمل لي؟ مش حكينا الروتيشن الأولى أنا بدي أقلب ال 20 مع ال 25، ليش؟ عشان ال 25 هي القيمة الوسط بين هذول الثلاث قيم، فالروتيشن الأولى حتعمل لي الشكل بهاي الطريقة، ال 30 هون، ال 25 تحتيها، وال 20 تحتيها، مبدئياً ال 30 ما تغير عليها إشي، البي فاكتور إلها ظلت ناقص 2، طب هسا احسبوا لي البي فاكتور لل 25 كم صارت؟ ناقص 1. طلعوا معناها الروتيشن الأولى شو عملت؟ عملت لي إشارة النود تحت النود اللي فيها مشكلة نفسها، يعني هون مش كانت هاي سالبة هاي موجبة، الروتيشن تبعيتي الأولى حولت إنه ال 30 واللي تحتيها يكونوا نفس الإشارة، فأنا لما عملت الروتيشن الأولى ال 25 طلعت وصارت البي فاكتور إلها سالبة زي اللي فوقيها. هسه الروتيشن الثاني عشان احولها ل اي في ال، فمعناها بشكل عام تطلعوا على الشكل، اذا النود اللي فيها مشكله
واللي تحتيها نفس الإشارة single rotation. إذا إشارتين متعاكسات رح تكون double rotation. الروتيشن الأولى رح تكون عشان نحول الإشارة نفس اللي فوقها، والروتيشن الثاني عشان نحولها ل AVL. الميرور منها هاي هيك، لو كانت هون عندي 50 وكانت عندي هون 70 أكبر منها طبعا، وفي عندي 60. هسا 60 أكبر من 50 لكن أقل من 70، وهاي 60. نحسب البي فاكتور لهم. طبعا الاخر وحده بتهمنيش، انا بتهمني هاي ال 70 ناقص 1 وحده من شمالها. طب ال 50 موجب 2، في عندي 2 ليفل على يمينها. فهون اطلعوا اشارتين متعاكسات مباشره بدكم تعرفوا انه هون في عندي انا دبل روتيشن او هذا الشكل معروف. طبعا كمان مره ال AVL ما رح يكون عليها كودات، رح تكون رسمات، ممكن نجيب لكم اياها بالامتحان مثلا، مش رح انتوا ترسموا بس نعطيكم اكثر من شكل نحكي لكم مين الـ AVL الصحيحة، او كم البي فاكتور لهاي النود هون، او لو مثلا ضفنا نود كيف رح يصير شكلها وهكذا. فهون كمان مرة حكينا النود اللي فيها مشكلة الـ 50 والنود اللي تحتيها اللي هي الـ 70 اشارات مختلفات، معناها انا بدي دبل روتيشن. هسا الروتيشن الاولى منطقيا تطلعوا 50 70 60، مين اللي المفروض تكون روت؟ القيمة الوسط اللي هي الستين. فأنا بدي أحط الستين بالوسط، فالروتيشن الأولى حتكون لحتى أحول إشارة السبعين لموجبة، فهيك رح ألفها، رح تصير الخمسين مكانها ما فيها أي مشكلة، الستين رح تيجي تحتيها، عفوا الستين رح تيجي تحتيها على اليمين، والسبعين رح تكون على يمين الستين. فهون صارت الستين البي فاكتور إلها موجب واحد، واحد من اليمين زيادة. الخمسين موجب اثنين، اثنين من اليمين زيادة، فهيك بتصير عندي single rotation. هاي كل إشي يعني الـ AVL بكل بساطة. النود اللي فيها مشكلة واللي تحتيها نفس الإشارة معناها single rotation، لأنه أنا متأكد إنها القيمة الوسط تنفع تكون root. لكن النود اللي فيها مشكلة واللي تحتيها إشارتين مختلفات معناها مستحيل تقدر النود اللي بالوسط تكون هي الروت، معناها لازم أقلبها من اللي تحتيها بعدين أعمل الروتيشن تبعي.